اليوم البنك العالمي يعترف أن بدينا في معركة رفع قيمة الدينار، وأن فيه مؤشرات إيجابية بالنسبة لرفع قيمة الدينار. هذه كانت من معارك باش خذوها، وقلتها في مرحلة من المراحل أننا سنرفع قيمة الدينار، ومازال مشوار طويل صح، ولكن باش نصلح الكارثة الاقتصادية والمالية اللي كانت قبل، هذا هو. لما تسحب بدون مقابل، تسحب العملة وتوزع، تخلق التضخم، والقيمة تاع الدينار تاعك يطيح. اليوم رانا نمتصف في النتائج السلبية تاع التضخم، ورانا نحاول نقوي قيمة الدينار تاعنا اللي تعود بالفائدة على قدرة الشرائية تاع المواطن بالطبع.